فضيلة الشيخ، بعض الناس يذكرون أن سبب كون لحم الإبل من نواقض الوضوء قصة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان مع أصحابه قبيل الصلاة فأحدث أحدهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم أكل لحم إبل فليتوضأ سترا عليه. فما صحة هذه القصة؟ هذه قصة باطلة يا أخي، باطلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضأ، والصحابة عندهم من الصراحة ما لا يخشون معه الاكتفاء. ثم إن الرسول سئل السؤال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فليس هذا السبب، هذا سبب غير صحيح. السبب أننا أمرنا أن نتوضأ منها فنقول إيش؟ سمعا وطاعة. رخص لنا في لحم الغنم فنقول الحمد لله. أما الحكمة فبعض العلماء يقول الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، والشيطان يؤثر على البدن، ولهذا إذا غضب الإنسان انفعل، والغضب منين؟ من الشيطان. هذه اللحوم تؤثر على البدن، والماء يبرد البدن ويهون عليه، كما أمر الإنسان عند الغضب أن يتوضأ، فهذه من الحكمة. فإن كانت هذه الحكمة فهي ظاهرة، وإن لم تكن فعقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله تعالى في أحكامه. ثم إني أقول لطلبة العلم إن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة قالت: يا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليش؟ أجابتها بجواب يقتنع به كل مؤمن، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة، كل أوامر الله ونواهيه كلها حكمة، مع أن عائشة بإمكانها فيما أظن أن تقول قضاء الصوم، لأن الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة، والصلاة تتكرر، والحيض يأتي غالبا في كل شهر مرة، فلو أمرت الحائض أن تقضي الصلاة لكان فيها تعب عليها. إذا قدرنا أنه ممن يحيض 15 يوم ويطهر 15 يوم معناه مشقة عليه. هذه من الحكمة أن الصلاة تتكرر فقضاؤها شاق، وفي تكررها استغناء عن القضاء، وأما الصيام فلا يتكرر. نعم.